الجوالي هذا يبدا لنا بالطرقات والتهيئه ومعالجه الخدمه التقنيه اياها. وكاين هدا حوايج مرافق مثلا وكان النظافه عندنا كيما الطاسفة راه مخليها في 17 شهر ما خلصوهاش. كيما نهضروا عليهم حنا كمواطنين، انا مش موظف، انا مواطن بصح راه قايدني الامر تاعي، مواطن بصح قايدني الامر. الرساله تاعي هذه نقدمها للوالي المنتدب الجديد راه جاي داودي، داودي عادل. المهم احنا الرساله تاعنا رانا اجتمعنا كمواطنين هنا، مواطنين اكفاء، مواطنين عندهم غيره على مسعد، جاوك هنا وشني؟ احنا كنا رايحين نستقبلوك هنا باه تجينا وشني؟ وش يقول الشعر؟ يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن ضيوف وانت رب المنزل. احنا وشني؟ احنا ماذا بينا تعود انت رب المنزل واحنا ضيوف؟ ماذا بينا احنا تشوف المسعد وشني؟ تشوفه بعين عين البصيره وعين البصر. البصيره اكثر من البصر. البصيره علاه؟ لانها وشني؟ بلاد كما هذه راها محقوره وممشيه. والله من الوالي الجديد هذا اللي راه جاينا منتدب هنايا يشوف مشاغل المواطن، المواطن راه في كل الاحياء يعاني، لا من طريق تقول انا، لا من العي العتيق، لا من سونتر فيل، لا من القبله، لا من ظهره، الشعب راه كاع يعاني، كل واحد عنده مشاكل. احنا نطلبوا منه ان شاء الله وربي يأيدوه، ان شاء الله ربي ينصروا تعود المشاكل. المهم احنا راه عندنا هنايا هاي وراه التجزئه هنايا راه تفتقر كلش، هنايا الردم التقني الدخان تاعو راه كيجي راه يضر نص البلاد، كاع يضرها. ماذا به ماذا به يخزرنا بعين الاعتبار. مسعد المنتدبة ستكون يعني أكيد ظاهرة ومجسدة على أرض الواقع وتقدم الكثير والكثير للولاية المنتدبة ككل. في الأخير أقول أن مواطني بلدية فيض البطمة يثمنون جدا هذه الوقفة الذي أو هذه هذا التقسيم الإداري الجديد الذي أقره السيد رئيس الجمهورية. مشكور السيد رئيس الجمهورية، نطمح للكثير ونتطلع للكثير من قبل مسؤولين المحليين في المضي قدما بهذه الولاية المنتدبة. نباركوا نفوسنا ونباركوا الشعب، الشعب المسعدية وفيض البطمة على هذه الدائرة المنتدبة، الدائرة المبروكة إن شاء الله، إن شاء الله تجينا بخيرها ورزاقها والتنمية نتاعها إن شاء الله.